هناك أيادي تمنع إحالة مثلا ملف البورصة بورصة القيم. يكفي أن أقول لك بأن أحد الفرنسيين جاء للمغرب واستغل أموال المواطنين وأسس شركات وهمية وفي يومين ربح 4 ملايير سنتيمات وطار إلى فرنسا. أين هي أجهزة الرقابة؟ هذه المؤسسة على وزير العدل أن يبحث في أمرها ويبحث في من يستفيد، لأن هذا عمق الفساد ببلادنا. واضح. على كل حال حديثنا ما زال متواصل معك.